شركة مرسيدس بنز هتطرح عربية بشحن كهرباء لاسلكي، وده اللي أكدته شركة دايملر وكوالكوم للتكنولوجيا اللاسلكية. الشركتين اشتركوا مع بعض عشان يقدموا طراز مرسيدس S55E الكهربائي، هيكون بخاصية الشحن اللاسلكي في 2017، واللي هيتم عن طريق ركن العربية فوق منصة خاصة تقدر تشحن العربية من غير توصيلها بمخرج كهرباء، وإن كان نظام الشحن العادي برضه هيفضل موجود. في كباري المنظر من فوقها بيبقى جميل جدا ومريح للأعصاب، وفي كباري تانية بتوصلك للمشوار اللي انت عايزه في أسرع وقت لأنك ما ينفعش توصل لها من غير الكوبري، وكباري تانية زي كوبري أكتوبر زحمة 24 ساعة. لكن في كوبري أوشيما أهاشي في اليابان أكتر كوبري مخيف في العالم، واللي ظهر ليه فيديو تسجيل جديد على الإنترنت. الكوبري اللي اتبنى في 2004 بيعتبر من أطول الكباري في العالم، ومعروف باسم رولر كوستر أو القطر الملاهي لأنه مرتفع جداً، ومن كتر ارتفاعه في النص بيدي إيحاء وكأن العربيات هتنزل في المية لأنك ما بتشوفش أي حاجة بعد المطلع، وارتفاعه في النص حوالي 45 متر عشان السفن تقدر تعدي من تحتيه. بطل سباقات الدريفت النيوزيلندي ماد مايك عمل فيديو جديد ليه في جنوب أفريقيا اللي بيستعرض فيه إمكانيات الدريفتنج بعربيته المازدا RX-8. ماد مايك عمل قبل كده فيديوهات مشابهة في جبال نيوزيلندا وعلى بحيرة متجمدة في اليابان، واللي بتتعمل برعاية شركة ريد بول، وعلشان كده العربية بتاعته معروفة باسم باد بول. تعالوا نتفرج على الفيديو الجديد. Nice driving, but what took you so long? You sent me the long way. فيت قامت بدعم المواهب الموسيقية الشابة من خلال مسابقة Battle of the Bands 2016، وكانت التصفية النهائية بين فرقة حركة وتر وكود مصر، وكانت منافسة شرسة جدا، وفي الآخر فازت فرقة كود مصر بفرق 5 أصوات بس. وانت الفنان ارسم بمزاجك واشطب عاللي فاتك، بكره عاوز يسمع حكاياتك، اشخط في سكوتك واسمع صدى صوتك قبل ما الدنيا تجري وتفوتك. حملة تسويقية جديدة عملتها شركة سيتروين الفرنسية، وده كان تحت شعار سيتروين Inspired by You أو أنت مصدر إلهام سيتروين. الحملة بتوضح المتعة اللي بتوفرها عربيات سيتروين لأصحابها ولكل الركاب، سواء من خلال تصميم العربية أو من خلال التكنولوجيا المتطورة الموجودة فيها، وده علشان توفر تجربة ممتعة للناس خلال الفترة الطويلة اللي بيقدوها جوا العربية. ودلوقتي تعالوا نعرف تاريخ شركة جاكوار. أول ظهور تاريخي لجاكوار كان في سنة 1922، وكانت الشركة في الوقت ده اسمها سوالو سايد كار كومباني، وكانت متخصصة في البداية في تصنيع العربيات اللي بتتركب في جنب الموتوسيكلات أو سايد كارز. ولما انتقلت ملكية الشركة لأس أس كارز ليميتد، ابتدت تصنع هياكل لعربيات الركوب اللي كانت بتنتجها شركة اسمها ستاندرد موتور كو، واللي كان عدد كبير منها من موديل اسمه جاكوار. وفي سنة 1945 الشركة غيرت اسمها من SS Cars لجاكوار Cars من وحي اسم الموديل اللي كانت بتشارك في تصنيعه. وفي سنة 1966 الشركة دخلت في اندماج مع BMC أو British Motors Corporation، وده كبر حجم الشركة وتحولت لمجموعة اسمها BMH أو British Motor Holding. وعلى مدار سنين طويلة فضلت جاكوار بالإضافة للموديلات المختلفة اللي بتنتجها تصنع عربيات مخصوصة لرئيس الوزراء البريطاني، والشركة كمان بتحمل ضمانات ملكية Royal Warrants من الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز، اللي بتأكد إنها بتزود العيلة المالكة البريطانية بعربيات، وده إداها قيمة عالية جداً لمنتجاتها خصوصاً في إنجلترا. في سنة 2008 شركة جاكوار ولاند روفر اتباعت لمجموعة تاتا موتورز الهندية، وده كان في صفقة من أكبر الصفقات في تاريخ قطاع السيارات،
وبقى اسمها جاغوار لاند روفر. ودلوقتي مع نصايح جديدة عشان تقدر تحافظ على عربيتك هتقدمها لكم فسانت الحسيني. أهلا بيكم في فقرة التيبس. كتير مننا ما بناخدش بالنا من علامات الطريق اللي موجودة، في مننا اللي ما يعرفهاش أصلا واللي بيتجاهلها أو اللي ما بياخدش باله منها، مع إنها ممكن تنبهنا لحاجات مهمة جدا تبقى موجودة على الطريق. علشان كده أنا هقول لكم النهاردة أهم علامات المرور ومعانيها. طريق ممنوع المشي فيه على رجليك أو تعديه. طريق ممنوع للموتوسيكلات الكبيرة. طريق ممنوع للموتوسيكلات العادية. طريق ممنوع على العجل. طريق ممنوع على العربيات اليدوية. طريق ممنوع على جميع أنواع العربيات والموتوسيكلات الكبيرة. ممنوع مرور المقطورات أو العربيات المسحوبة اللي وزنها أكتر من 250 كيلوغرام. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد خطيرة. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد اللي ممكن تسبب تلوث للمية. طريق ممنوع للعربيات اللي شايلة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. ممنوع المرور. الأولوية المركبات اللي جاية في الاتجاه المعاكس. طريق ممنوع على الأوتوبيسات. طريق ممنوع على الجرارات. طريق ممنوع على عربيات الكارو. ممنوع تغيير الاتجاه للشمال. ممنوع تغيير الاتجاه لليمين. ممنوع استعمال آلة التنبيه. ممنوع تغيير اتجاه العربية للاتجاه المعاكس نص دورة أو U-turn. ممنوع على عربيات النقل التجاوز. ممنوع السير وراء عربية تانية على مسافة أقل من 70 متر، يعني لازم تسيب على الأقل مسافة 70 متر بينك وبين العربية اللي قدامك. ممنوع على كل العربيات التجاوز. وبكده نكون جمعنا لكم أهم ومعاني علامات الطريق اللي ياريت نبتدي ناخد بالنا منها عشان سلامتنا. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام. ودلوقتي جي وقت الركنة في الجراج. التخطيط الحقيقة قرار المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة بإعادة دراسة وضع قطاع السيارات حالياً ومحاولة تطبيق استراتيجية مدتها 8 سنين لتطوير الصناعة هو قرار صح جداً، أولاً لأنها خطوة مهمة لحل مشاكل قطاع السيارات وخصوصاً المصنعين وشركات المكونات والصناعات المغذية واللي بيشتكوا من عدم وجود رؤية مستقبلية لقطاع السيارات، وثانياً لأن تجارب الدول المحيطة بينا كلها بتأكد إن تطوير صناعة السيارات هو توجه حكومي أو قومي في المقام الأول قبل ما يكون دور شركات السيارات والمكونات. كل دي خطوات جادة ومهمة لتطوير قطاع السيارات في مصر، وعلشان كده نتمنى إن الفكر ده يطبق ويستمر لغاية ما نقدر نوصل إننا نطور عربيات باسم مصر. وعشان كده الاستراتيجية دي كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة صح. لو عندك أي سؤال يخص أي حاجة عن العربيات ابعت لنا على صفحة الجراج على الفيسبوك، وإحنا بنوعدك إن إحنا هنرد على كل سؤال من الأسئلة دي في كل حلقة من حلقات الجراج. محمود محمد بيسأل إذا كنا نقدر نقدم مقارنة ما بين كيا سبورتج ونيسان كاشكاي. على فكرة يا محمود، إحنا قدمنا في حلقات قبل كده مقارنة ما بين العربيتين الكيا سبورتج والنيسان كاشكاي، تقدر تتابعهم وتتفرج عليهم بشكل كامل على قناة الجراج على اليوتيوب. شريف عايز يعرف عيوب ومميزات سكودا رابيد. شريف، عايزين نقولك ان الحلقة اللي فاتت على طول قدمنا مقارنة ما بين عربيتين توليدو ورابيد. لو انت عايز تعرف المقارنة كاملة والعيوب والفروق ما بين العربيتين ادخل على قناة الجراج على اليوتيوب عشان تشوفها كاملة. احمد بيسأل عن قطع غيار البريليانس والام جي والجاك. بيتهيألي ان قطع الغيار الثلاث ماركات موجودة، او على الاقل كل شركة بتوفر قطع الغيار الاساسية لعربيتها، بس بريليانس هتكون متوفرة بشكل اكبر في الاسواق، يمكن لان الماركة دي متوفرة او موجودة في الاسواق قبل الماركات التانية. كامل بيسأل عن مميزات العربية بوجاتي فيران. الإجابة عن السؤال ده هتبقى إجابة طويلة، بس أنا هحاول أختصرها لكم. ببساطة كده العربية بوجاتي فيران بتعتبر من أفضل عربيات السوبر كارز في العالم، اللي بتوصل سرعتها ل 407 كيلومتر في الساعة، وفي منها نسخة تانية سوبر سبورت أو نسخة أسرع قدرت أنها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع عربية مخصصة للطرق العادية بسرعة 430 كيلومتر في الساعة. شادي شريف بيسأل عن إمكانيات العربية ألفا روميو جولييتا. احنا قدمنا العربية دي في تور درايف قبل كده وقدمها لنا خبير الجراج محمد زلط. لو عايز تشوف الحلقة كاملة ادخل على قناة الجراج على اليوتيوب. وتاني ابعتوا لنا أي استفسار عن أي عربية عندكم على صفحتنا على الفيسبوك،
ولو فاتتكم أي حاجة من حلقة النهاردة ادخلوا على قناة الجراج على اليوتيوب. مستنياكم الحلقة الجاية في نفس الميعاد. مع السلامة.